حال الطقس على إفم. عسلامة ومرحبا بكم، هذا حال الطقس لنهار الجمعة 15 مارس على راديو إفم 100.6. في تونس وضواحيها اصباح سحاب وفما شمس، العشية تصب شوية مطر وتمبيراتور 10 درجات، وريحية راهي قوية. في الليل كيف كيف الريح باقي قوي، السماء تقعد مصاحبة وتمبيراتور تولي 7 درجات كهو. رفرف في ولاية بنزرت مطر خفيف على طول النهار، التمبيراتور ما تفوتش 9 درجات وعاصفة متاع ريح. في الليل تبقى السماء مصاحبة والريح قوية والتمبيراتور كيف كيف 9 درجات. في نابل ما فماش مطر، مصاحبة شوية باغ كونتخ، نهار كامل التمبيراتور 11 درجة والريح قوي مش نورمال. في الليل كيف كيف اسمي مصاحبة والريحة قوي، التمبيراتور جوست توالي 8 درجات. اسم نابل أصله غريك نيا بوليس، نيا بالغريك معناتها نوفال، وبوليس هوني مش حاكم راهو، هنا يا بوليس معناتها سيتي بالغريك، دونك لا نوفال سيتي المدينة الجديدة مش هكا. سميوها هكاكا الغريك وزادوا الرومانيين كي خلطوا قعدوا يعيطوا لها نيا بوليس. وراهي المدينة هذيا تأسست عندها على الأقل 2400 سنة. تي فما واحد غريك اسمه توسيديد قال اللي في القرن 5 قبل جيزو كري، اللي هي أقدم بلاد في الأفريق دو نور، كتبوا عليها في الكتب بعد كارتاج. نرجعوا للميتيو دونك توا. الكريب في سلينا النهار مصاحب شوية وفما شوية شمس وبرشا ريح وبردة، 8 درجات كهو في النهار، وفي الليل توصل لصفر درجة. ماجل بالعباس في ولاية القاسرين النهار قليل السحب وبردة الدنيا 12 درجة كهو، ريح قوية وشوية شمس اتول علينا دو طون زون طون. بون في الليل يبقى سحاب والريح ينقص يولي معتدل، وحتى تمبيراتور تنقص زادة وتولي درجة واحدة. هاكا شفتوا باش ما تقولوش اللي سيريز ما قالتلناش، ثبت المطر ولا ما ثبتش؟ ثبت المطر ولا ما ثبتش؟ ثبت. فوالا نفكركم مالا باش تعرفوا شنو برمجوا وشنو تلبسوا. اللي تمبيراتور 10 درجات في تونس واللي فما مطر، دونك فما طبعا اللي مازال كيشري صبات دان يخليه في الدار، والريح راهي قويه. لفوا على رواحكم. كان هذا حال الطقس على راديو إفم 100.6. سالو سالو. حال الطقس على إفم 100.6.